خذونا على القنصلية. رهف حبيبتي رح يمر كل هذا ونرجع على بيتنا، ما تقلقي. انتبه، لف على اليمين. وائل قاطعين الطريق. شو ليش وقفت؟ رجع. أنا هون جنبك حبيبتي، لا تخافي. إيه؟ وقف، رح أعمل شو ما بدك بس وقف. آه لا، رهف رهف رهف. ماما رهف حبيبتي. ماما ماما بعد هيك اتركني. يعني انت رفيقه لبابا؟ رهف رهف بس ما تأذيني الماما. رهف 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 احنا لوين رايحين؟ رايحين لعن ستي وجدي؟ وصلنا؟ كنت بعرف انك جاي تاخذني لعند ستي، بس ليش ما عم تحكي معي؟ عم تحكي شي مع الشباب يا رجال؟ يعني ايمتى رح يجيبوا لنا رهف؟ ما بتعرف؟ قربوا يجيبوها الشباب. إلهم لازم يستعجلوا ويجيبوها.
أنا خايفة كتير على البنت. رهف صحتها منيحة يا مرة، ما تخافي. أنا ماني خايفة من هاي الناحية. إذا تطور المرض عندي لبين ما تجي الصغيرة، خايفة إني أطلع على وش حفيدتي وما أتذكر مين هي. مين على الباب؟ جدي؟ رهف، رهف، رهف. حبيبتي انت، انت كمان حبيبتي. يا روحي.